مساء الخير والمحبة عليكم مشاهدي شاشة زاغروس الفضائية، وبالتحديد برنامج الشباب هاي شباب. اليوم ضمن برنامج هاي شباب راح نقدم لكم فقرة نسأل بيها البنات عن موضوع جدا ضروري وصار منتشر بالآونة الأخيرة، واللي هو قص المعدة وشفط الدهون. هواي ناس اختلفوا بهذا الموضوع، ناس يقولون انه هذا الموضوع طبيعي ومفيد، والبعض الآخر يقولون لا انه هو كلش خطر. لذلك راح نروح ونسأل البنات عن هذا الموضوع ومن بعدها راجعين لكم. والله أنا شفت يعني ناس إنه سوت قص معدة وشفت السلبي، أكو بيها سلبيات وأكو بيها إيجابيات. السلبيات انه هواية بيها يعني مخاطر وبيها مضاعفات، اكو عالم يعني تنقص عندها الفيتامينات والهاي، واكو دا يموتون هواية واكو لا دا يستفادون منها. اللي اعرفه هسه انه قص المعدة تمام، يعني مو تمام، تغيير المسار دا يتجهون الى اكثر. اي اللي يعرف انه هسه امن تغيير المسار. اريد رايك بموضوع انه الشخص السمين خلينا نقول يلتجي لقص المعده وشفط الدهون ام يلتجي للرياضه والدايت؟ الرياضه والدايت اني افضل الي. لان العمليه صعبه، واللي هسه يعني المعروف انه قص المعده صعبه، مو الكل توالمه. يعني ضوع هو هواي بي سلبيات وبي ايجابيات. السلبيات بانه هو خطر، ثاني شيء غير شكل الانسان كلش هوايه، يعني لا ابعد الحدود. انا عندي صديقتي يعني قبل فتره سوت فشكلها جذريا تغير، يعني لا سمح الله سوت قص معده. فاني سالتها لا سمح الله عبالي بيها مرض، فمن سالتها هذا الحكي قبل 3 ايام، فقلت لها شنو الموضوع؟ قالت لي سويت قص معده. فاني بالنيابه عني دا اشوف يعني على بعض البنات لا ما يعني ما اشجع بهذا الشيء. اي البنيه ايش قد كان وزنها لذلك التجأت القص المعده وعافت الدايت والرياضه؟ تقريبا 90. وحيل سمينه، يعني ما تتصور سمنها كلش هوايه. اي برايك انه الرياضه والدايت افضل ام قص المعده وشفط الدهون اللي راح يحصلون بالجسم المثالي بفتره كلش قليله وبدون تعب؟ بابا هم لانه على السرعه يسوون قص معده، بس هو قلت لك يعني خطر كلش هوايه. اي فأنا يعني لا بالنيابه عني وعلى بعض البنات لا طبعا اشجع الرياضه افضل. لا انا اشوفه كل السلبي، لانه راح ياثر على الجسم، يعني نقص الفيتامينات، الوجه راح يصير شاحب، الشعر كله راح اكيد يعني كله يوقع، واكيد البشر راح يذبل كلش. فأنا اشوف انه الانسان السمين او البني يلتجئ للرياضه والدايت احسن، والاكل يعني الصحي اكثر من قص المعده وتغيير المسار كرأيي أنا يعني. بس أكو ناس لا يعني وزنها فوق المية، مثلا 150-130 أكيد راح يعني تعبون بالدايت. أكو ناس هم يعني مثلا أمراض قلب ما يقدرون أنه يلعبون رياضة، فأنه قص المعدة وتغيير المسار أفضل لهم. زين أكو بيها سلبيات وأكو بيها إيجابيات. إيجابيات للشخص البدين كلش، يعني مو يعني مو مثلا وزنه 90 ويجي يسوي قص معدة، لا اكيد راح ياثر عليه كلش. حبايب قلبي مثل ما تشوفون وصلنا وياكم الختام فقرتنا من برنامج هاي شباب، وسؤالنا اللي كان عن قص المعدة وشفط الدهون هل هو إيجابي أم سلبي؟ مثل ما شفتوا آراء الناس كانت متفاوتة ومختلفة، منهم اللي نصح بيها والأكثرية نصحوا أنه الإنسان المفروض يلتجئ للرياضة والدايت لأن هو كلش أفضل ومفيد. بالختام كالعادة تقبلوا تحياتي وتحيات كادر العمل، كنت معكم أنا مغيث خالد قناة زاغروس الفضائية.